وفي إطار الديمقراطية الداخلية تقدم عبد الربيع المرزي مع مجموعة من المناضلين بمشروع التغيير الممكن والذي من خلاله أصبوا لتحمل مسؤولية الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. هذا ترشيح صريح لا يضرب في أحد ولا يفضح في أحد، وربما لأنه كان ترشيحا صريحا وجال جميع أنحاء المغرب من طنجة إلى العيون، فاس، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، طنجة، وكان في واحد التقليد ديال الحزب الاتحاد الدستوري الذي يريد أن نكون بنائين وليس فقط انتقاديين أو انتهازيين. ربما هناك بعض الأقوال التي تقول على أنه ترشيح لن يذهب إلى أبعد مدى، على العكس من ذلك اليوم أنا كندخل كمرشح كامل الأوصاف لمسؤولية الأمانة العامة للحزب الاتحاد الدستوري، وسأذهب إلى أبعد حد ممكن في إطار تغيير ممكن، ألا هو إن شاء الله الفوز بالمسؤولية للأمانة العامة مع ثلث من المناضلات والمناضلين في إطار التغيير الممكن الذين ننشد له. الهدف المستقبلي من الحزب وهذا هو المشروع ديال التغيير الممكن هو أن أولا نراجع الواقع الفكري للحزب الاتحاد الدستوري. الاتحاد الدستوري حزب ليبرالي، الليبرالية الفكرية ما كانش ظروف ملائمة في زمن ما انها يمكن لها تعبر على راسها. اليوم عندنا دستور 2012 اللي هو جد متقدم يفتح هامش كبير من الفكر التحرري في مسائل مجتمعية صريحة نعيشها كالحرية الفردية، كقضية الإجهاض، قضية مساواة المرأة، الطفولة والشباب، اقتصاد السوق، المنافسة الشريفة في السوق من ناحية الاقتصاد، ما إلى ذلك من المواضيع اللي الفكر التحرري أو بالنسبة للليبرالية هو جد متقدم في هذه المسائل. الواقع الثاني اللي غادي نخدم عليه هو الواقع التنظيمي من حيث العلاقة بين المركز والجهات في إطار مشروع تعاقدي كي يتفتح تحملات بموجب ديالو جميع المكاتب ديال الحزب تظل تشتغل طيلة السنة أيام الانتخابات وغير أيام الانتخابات في مساندة وتعطي المواطنين، لأن هذا دور دستوري. هذا دستور 2011 الأحزاب وعطاه المونوبول، يعني الأحزاب بوحدها اللي عندها الحق دير تعطي المواطنين، وإنا نخرطوا في الروش كذلك.